طريق الأمل. صنعه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوته الكريمة لعقد حوار وطني شامل يتضمن ويضمن مشاركة كل طوائف وفئات الشعب المصري عدا الجماعة الإرهابية، رافعاً شعار الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. فإذا كان هناك ما يدعوك لفقد الأمل أو تخيل أن بلدك مصر تسير وفق سياسة فردية، فخرج علينا الحوار الوطني ليمحو من الذاكرة والخيال معاً أي فكرة تشبه ذلك، وكأنه يشير للجميع بأصابع إدارته على المشاركين فرداً فرداً ليحفر في أذهاننا صورة متكاملة لشعب قرر الالتفاف حول قيادة سياسية اشتركت معه في مبدأ راسخ في قلوبنا هو الوطنية، ذلك المصطلح الذي يحرك غرائز المصريين غيرة وحباً تجاه بلدهم مصر. وفي 26 من إبريل من عام 2022، التاريخ الذي اختير ليحمل موعد إعلان الرئيس السيسي دعوته للحوار الوطني، فلم يكن التاريخ فقط هو المميز، بل اختيار الحدث الذي أعلن خلاله دعوة الرئيس كان له علاقة وثيقة بالحوار الوطني، تلك هو حفل إفطار الأسرة المصرية الذي يحرص الرئيس على المشاركة فيه منذ عام 2017 بمشاركة جميع أطياف المجتمع. هذا ما يؤكد أن وطنية الشعب المصري كانت ولا تزال تحتل الصدارة بين وطنيات الشعوب الأخرى. فعندما قرر الرئيس الإعلان عن دعوته كانت في مناسبة يشارك خلالها جميع أطياف المجتمع بكافة أشكاله أو مختلف طياراته. تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلي شخصيا مع وعد بقيامي بحضور هذه الحوارات في مراحلها النهائية. ما يدعونا للتأمل في اقتران دعوة الرئيس بقرار آخر أعلنه الرئيس السيسي، وهو إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية. وذلك الذي جعل تكليف الرئيس السيسي لإدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إليه شخصياً مع وعده بحضور المراحل النهائية منها، فرحاً للجميع لما يتيح الفرصة أمام كل التيارات ويغلق الباب في وجه أي شبهة قد تشير إلى غياب أصحاب رأي مخالف. دلوقتي أنا بقول إن إحنا بنطلقه وبنتيح الحوار والنقاش لكل القوى بدون استثناء أو تمييز، القوى السياسية بدون استثناء أو تمييز. وبعد مرور أقل من ساعة على دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني، خرجت الأكاديمية الوطنية للتدريب ببيان تعلن خلاله تبني تنفيذ توجيهات الرئيس بإطلاق حوار سياسي بين كافة القوى السياسية والشبابية حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، مؤكدة أنه سيتم عقد عدد من اللقاءات بين كافة أقطاب القوى السياسية والشبابية المختلفة ضمن حوار وطني يستهدف تطوير أجندة أفكار وطنية من جانب كافة القوى السياسية والشبابية للتعامل مع كافة القضايا الملحة التي تواجه الدولة المصرية في ضوء المتغيرات العالمية المختلفة
على كافة المناحي السياسية والاقتصادية، وفي ضوء استعداد مصر لاستضافة عدد من الأحداث العالمية الهامة حينها. وفي 8 يونيو من عام 2022 أعلن اختيار ضياء رشوان نقيب الصحفيين حينها منسقاً عاماً للحوار الوطني، واختيار المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رئيساً للأمانة الفنية للحوار الوطني، على أن تبدأ أولى جلسات الحوار الوطني في الأسبوع الأول من شهر يوليو من عام 2022. وذكر أن أولى مهام المنسق العام للحوار الوطني تتمثل في بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكل الأطراف المشاركة في الحوار الوطني لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من ممثلي كل الأطراف والشخصيات العامة والخبراء من 15 عضواً بالتزامن مع الانتهاء من كل التجهيزات واللوجستيات اللازمة لتنظيم الحوار من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب. واستمر استقبال طلبات المشاركة في الحوار الوطني والرؤى والمقترحات عبر كل القنوات المتاحة بهدف توسيع قاعدة المشاركة من خلال دعوة جميع ممثلي المجتمع المصري بكافة فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن لضمان تمثيل جميع الفئات في الحوار المجتمعي والحرص على الوصول إلى جميع مناطق الجمهورية وبالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار وطني فعال. وعقب 60 يوماً من دعوة الرئيس السيسي أعلن التشكيل الكامل لمجلس أمناء الحوار من 19 عضواً. التشكيل بناء على المهمة التي أسندتها إدارة الحوار للمعسق العام له بالتشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة، وهو التشاور الذي استغرق نحو 20 يوماً ليأتي هذا التشكيل ليعبر عن المشاركة الفعالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية بما يضمن التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار بما يخدم صالح المواطن. ومن المقرر أن تتم دعوة مجلس الأمناء لاجتماعه الأول خلال أيام قليلة. كانت الجلسة الافتتاحية لمجلس أمناء الحوار الوطني عقدت في 5 يوليو بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب حول أولويات العمل الوطني. ورحب ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني مؤكداً أن الحوار يتسع للجميع. وأعلن رشوان أن مجلس الأمناء أصدر اللائحة المنظمة لعمل المجلس ومدونة سلوك وأخلاقيات الحوار الوطني، مؤكداً أن مجلس الأمناء اتفق بالإجماع على استبعاد كل من أسهم في عنف أو قتل أو هدد به أو حرض عليه من الحوار الوطني. الحوار أسفر عن أمرين مهمين يجب أن نضعهما أمام حضرة، وثيقتين. الوثيقة الأولى هي إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني واللجان والفعاليات المتفرعة منه. الوثيقة الثانية، وهي أيضا أمر مهم أن نشير إليه وفي مثل هذه الحوارات يجب أن يكون موجودا، وهي إصدار مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني. هذه المدونة مقسمة إلى عدة أقسام، وكل قسم به عديد من البنود، ولدينا إجمالا في حدود 25 بند. واستعرض رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي بعض جهود الأمانة الفنية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل فرق عمل لتنسيق فعاليات الحوار، وأن دور الأمانة فني ومحايد يقوم على تنظيم جلسات الحوار وجمع الموضوعات. وكان لافت الانتباه إشادة المشاركين بالجلسة الافتتاحية لمجلس أمناء الحوار الوطني بالجلسة، مشيرين إلى أن الحوار الوطني
سيعبر عن طيف واسع من المصريين على الأصعدة السياسية والثقافية والفكرية. وأضافوا أن الحوار الوطني سيعمل على الوصول إلى أكبر قدر من التوافق في إطار الدستور حول مخرجات تعبر عن آمال وطموحات المصريين. شكراً للسيد رئيس الجمهورية على دعوة للحوار الوطني، وأتصور وأتمنى أن احنا ننجح كمجموعة في أن احنا نعمل فارق حقيقي في هذه الفترة. مصر بتواجه مشكلات كتيرة جدا، وبالتالي أتمنى أن احنا نكون على قدر كبير من المسؤولية. أتمنى كمجموعة أن احنا ندير حوارنا بأكبر قدر من العقلانية وبالهدوء، نكون مثل وقدوة لبقية المجتمع، لأنه جزء كبير من المجتمع فقد أو افتقد للحوار الموضوعي والهادف في الفترات الماضية. أتمنى أن نكون قادرين في نهاية هذا الأمر على أن احنا نستعيد قدر إمكان تحالف 30 يونيو اللي هو كان في فترة عصيبة جدا وأدى مهمة عظيمة، أن نضع خريطة طريق للمجتمع المصري في الفترة الجاية لمواجهة تحديات كثيرة وصعبة، خصوصا الأزمة الاقتصادية اللي هي بتعصف بعدد كبير جدا من دول العالم. أنا بشكر يعني من قام بتشكيل هذا المجلس الذي يتضمن يعني آراء وأفكار وشخصيات مختلفة. لابد أن أنوه بدعوة السيد الرئيس، لأنه لولا هذه الدعوة ولولا إصراره عليها لما وصلنا إلى هذا المكان. لم يمر أسبوعان على الجلسة الافتتاحية لمجلس أمناء الحوار الوطني، وعقدت الجلسة الثانية التي ثمن المجلس خلالها القرارات الجمهورية الصادرة بالعفو عن بعض المحكوم عليهم في قضايا بعينها بعد دعوة الرئيس للحوار أو قبلها، معرباً عن أمله في استكمال قرارات العفو الرئاسي عن من لم يقترف دماً ولم يحرض أو يخرب. وأضاف منسق عام الحوار الوطني أن المجلس استقر أن تظل المحاور الثلاثة السياسي والاقتصادي والاجتماعي هي المحاور التي سيجرى النقاش حولها، مشيراً إلى أن المحور السياسي حظي بالمناقشة الرئيسية، حيث قرر المجلس أن تكون هناك ثلاث قضايا فرعية داخل المحور السياسي سيجري التعامل معها من خلال لجان فرعية، هي قضية مباشرة الحقوق السياسية والمحليات وحقوق الإنسان والحريات العامة، موضحاً أنه تم تشكيل لجنتين فرعيتين اقتصادية واجتماعية من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، تتكون كل لجنة من 4 أعضاء من شأنهم وضع مقترح محدد للمحورين الاجتماعي والاقتصادي كل على حدة. استقر رأي مجلس الأمناء وبالإجماع أيضا على أن تظل المحاور الثلاثة، المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي، هي المحاور التي سيجري النقاش حولها، وسيجري أيضا تقسيم اللجان الفرعية التي ستمارس أعمالها في ظل هذه العناوين الثلاثة. المجلس الأمناء انتهى أنه في المادة 18 بدأ بمناقشة فقط المحور السياسي اليوم. المحور السياسي استغرق وقت طويل من التبادل وجهات النظر، ولا أقول الخلاف، لم يكن هناك اختلاف كبير، كان هناك تباين في وجهات النظر من هنا وهناك، لكن المحور السياسي حظي بالمناقشة الرئيسية اليوم. واقترح مجلس الأمناء وقرر في هذا الإطار أنه هناك 3 قضايا فرعية داخل المحور السياسي سيجري التعامل معها من خلال لجان فرعية. القضية الأولى مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية. القضية الثانية المحليات. القضية الثالثة حقوق الإنسان والحريات العامة. وأكد أعضاء في مجلس أمناء الحوار الوطني أن المناقشات اتسمت بالمسؤولية والوعي بالقضايا التي تهم الوطن،
مشيرين إلى أن الحوار الوطني سيتناول كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطن. المناقشات تلم عن مستوى مسؤولية محترم وارتفاع كبير في الوعي، وأن الجميع متفقون على مصلحة الوطن عموما، وإن شاء الله النتائج هتكون مثمرة، أنا واثق من ده. كان عندنا الأولوية اللي هي القاعدة الشعبية، آرائها، طموحاتها، متاعبها، اللي هي انحصرت في المحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي، وبالتالي كان علينا واجب إن احنا نحدد اللي هيقوموا على تلك اللجان ويقدموا مقترحات راحتهم بهذا الخصوص عشان نحضر لها، لأنها يعني كانت فيها متطلبات كتيرة جدا. وقبل أن ينتهي شهر يوليو، عقد المجلس اجتماعه الثالث لمناقشة واستعراض البنود والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتم خلال الجلسة مناقشة قضايا المحور المجتمعي وفقاً لترتيب المقترحات الوارد إلى الأمانة الفنية، حيث طرحت اللجنة الداخلية المشكلة من أعضاء المجلس لهذا الغرض أهم القضايا التي توصلت إليها بعد مناقشات على مدار الأيام الماضية، إضافة إلى مناقشات موسعة حول تصنيف أولويات العمل في المحور المجتمعي نظراً للتداخل الكبير بين طبيعة القضايا المجتمعية والقضايا الاقتصادية وانعكاس كل منها على الآخر. وانتهى المجلس إلى التوافق على 5 قضايا رئيسية في المحور المجتمعي، هي التعليم، الصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية. وقد تم إنشاء 5 لجان فرعية لكل منها. وفي الأسبوع الأول من شهر أغسطس من عام 2022 انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني من جلسته الرابعة من تكوين اللجان النوعية والفرعية وتحديد قضاياها وإنشاء 7 لجان فرعية للمحور الاقتصادي، إضافة إلى الانتهاء من صياغة المادة 18 من اللائحة الإجرائية. وبعد الانتهاء من تكوين اللجان انتظر الجميع أسماء المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية وإعداد الملفات والموضوعات المزمع مناقشتها، ليعقد مجلس الأمناء جلسته 5 لمناقشة واستعراض أسماء مقرري اللجان النوعية والفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، استكمالاً للمرحلة التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق رئيس الجمهورية مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيداً لبدء الجلسات الفعلية للحوار، فيما استعرض منسق عام الحوار الوطني ترشيحات الأطراف المختلفة التي وردت إلى الأمانة الفنية للحوار والتي بلغت 350 مرشحاً حول أسماء المقررين والمقررين المساعدين للثلاثة محاور الرئيسية السياسي والاقتصادي والمجتمعي، من خلال مناقشة واستعراض السير الذاتية للمرشحين والتخصصات والتوجهات والترشيحات السياسية. وتوافق مجلس الأمناء على اختيار 6 مرشحين للعمل كمقرر عام ومقرر مساعد للمحاور الثلاثة، وهم الدكتور علي الدين هلال مقرراً للمحور السياسي، والدكتور أحمد جلال مقرراً للمحور الاقتصادي، وعبد الفتاح الجبالي مقرراً مساعداً، إضافة إلى الدكتور خالد عبد العزيز مقرراً للمحور المجتمعي، وهانيا الشلقامي مقرراً مساعداً، واختيار 6 مرشحين للعمل مقررين للجان المحور السياسي، وهم الدكتورة نيفين مسعد مقرراً للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والدكتور أحمد راغب مقرراً مساعداً، والدكتور محمد صفي الدين خربوش مقرراً للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، والنائب إيهاب الطماوي مقرراً مساعداً،
إضافة إلى سمير عبد الوهاب مقررا للجنة المحليات وعلاء عصام مقررا مساعدا. الجلسة كانت مخصصة للتشاور واختيار مقرري اللجان المقررين مقررين المساعدين اللجان الأصلية واللجان الفرعية. تم استعراض حوالي 350 اسم النهاردة بالسير الذاتية بتاعتهم، يعني تم التوافق على اختيار المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الأساسية الثلاثة، السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والمقررين للمحور السياسي بالنسبة للجانه الفرعية. اللي جاي بعد كده الجلسات هنبدأ نشوف الموضوع نفسه، الموضوع هيتناقش على جلسة أو أكثر، مين المدعوين، مين المتحدثين، أصحاب المقترحات يتم اختارهم لتجهيز حضورهم، الخبراء والمختصين، الجهات المعنية إذا كان في إيضاحات معينة لازم تبقى موجودة، لازم الاستماع للمعلومات والإحصاءات. تقريبا بتنهي المرحلة التحضيرية للحوار الوطني وتبدأ في المرحلة الثانية اللي هو مرحلة إجراء الحوار نفسه. وفي الاجتماع السادس الذي عقد في 10 سبتمبر اختار مجلس الأمناء بالتوافق 44 مرشحا للمحاور الرئيسية الثلاثة واللجان الفرعية، بحيث يكون 12 مرشحا للمحور السياسي واللجان و18 مرشحا للمحور الاقتصادي واللجان و14 مرشحا للمحور المجتمعي. وتوافق المجلس على تقسيم المحور السياسي إلى 5 لجان، حيث تم الاتفاق على إضافة لجنتين وهما لجنة متخصصة في الأحزاب السياسية ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي، إضافة إلى اللجان الثلاث السابق إقرارها، وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة. كما استقر مجلس أمناء الحوار الوطني على إضافة لجنة الشباب إلى لجان المحور المجتمعي، إضافة إلى لجنة متخصصة في السياحة إلى لجان المحور الاقتصادي، واختيار الدكتور حسام بدراوي مستشاراً للحوار الوطني. وفي 17 سبتمبر اختلف الأمر، حيث عقد مجلس الأمناء اجتماعين 7 و8 وتوافق على إقرار لائحة سير إجراءات جلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطني خلال الفترة القادمة، وكذلك الانتهاء من تحديد مهام مقرري اللجان كافة وكتيب إرشادات قواعد السلوك في جلسات الحوار الوطني. ودعا مجلس الأمناء الكيانات السياسية والأهلية الفعالة على إجراء حوارات مجتمعية وجماهيرية في كافة المحافظات في إطار تخصصات اللجان النوعية التي أقرها مجلس الأمناء، وتلقي مقترحات المواطنين والجهات المختلفة ورفع نتائج تلك الحوارات لمجلس أمناء الحوار الوطني. ورحب المجلس بمشاركة جميع فئات المجتمع المصري من أحزاب سياسية ومجتمع مدني وشخصيات عامة وخبراء وباحثين وحتى المواطنين من مقدمي المقترحات والرؤى عبر الموقع الرسمي خلال جلسات اللجان الفرعية، وذلك ضماناً لتوسيع قاعدة المشاركة وتمثيل جميع فئات الوطن في الحوار المجتمعي. وفي الاجتماعين 9 و10 لمجلس الأمناء استعرض ما تم من إجراءات في لقاء مقرري المحاور الرئيسية واللجان الفرعية والمقررين المساعدين، واستعراض مقترحاتهم في خطط العمل وجداول الأعمال خلال الفترة القادمة. وقرر المجلس أنه سيعقد الجلسات العلنية للمحاور الثلاثة على التوازي وليس على التوالي بواقع 3 أيام في الأسبوع بحد أدنى، بحيث يخصص يوم لجلسات المحور السياسي وآخر من ذات الأسبوع لجلسات المحور الاقتصادي، يليه جلسات المحور المجتمعي، على أن يتم إجراء حتى 5 جلسات للمحور الواحد في اليوم المخصص له
أو اليوم التالي لهم حسب ما تقتضيه طبيعة الموضوعات وعدد المشاركين والمناقشات، وبما يسمح لوسائل الإعلام والصحافة بالتغطية والنقل والتحليل. وفي الاجتماع 11 وجه مجلس الأمناء الشكر للرئيس السيسي على الجهود الحثيثة بملف العفو الرئاسي، واستعرض الاجتماع الأسماء المرشحة للمشاركة بجلسات الحوار من الجهات المتعددة، وهي أعضاء مجلس الأمناء والمقررون والمقررون المساعدون بلجان الحوار الوطني والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية والنخبة السياسية والفكرية والشخصيات العامة والحقوقية والنقابات والمراكز البحثية والجامعات وغيرها من الجهات المختلفة. كما استعرض المجلس ما تلقاه من خطط العمل في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية والمقترحات التفصيلية المرتبطة بها. وتوالت الاجتماعات لمجلس الأمناء حتى وصلوا 24 اجتماعاً بواقع 250 ساعة عمل متصلة للمجلس و2000 ساعة عمل للأمانة الفنية، وذلك الذي جعل مجلس الأمناء يعمل لمدة عام كامل من أجل أن تبدأ الجلسات النقاشية بين كل فئات المجتمع للخروج بمخرجات عملية قابلة للتنفيذ بعد تبادل كل الآراء. وكان الاجتماع 24 لمناقشة هيكل انعقاد الجلسات النقاشية التي تبدأ في 14 من مايو من عام 2023، وتوافق المجلس على عدد من النقاط أبرزها أن الجلسات ستعقد بشكل أساسي أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، على أن يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، وأنه يمكن عقد حتى 4 جلسات في اليوم الواحد ولكل جلسة 3 ساعات. وتوافق المجلس على جدول أعمال الأسبوع الأول من الجلسات النقاشية على أن يخصص يوم الأحد الموافق 14 من مايو لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، بينما يخصص يوم الثلاثاء الموافق 16 من مايو لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادي، فيما سيخصص يوم الخميس الموافق 18 من مايو لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي. وتبلورت الاجتماعات والرؤى والنقاشات لتخرج في 3 من مايو من عام 2023 الجلسة الافتتاحية بمشاركة كل أطياف المجتمع، وألقى خلالها الرئيس السيسي كلمة أكد خلالها أن دعوته للحوار الوطني التي أطلقها في إفطار الأسرة المصرية تأتي من يقين راسخ بأن الأمة المصرية تمتلك من القدرات والإمكانات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات سياسياً واقتصادياً ومجتمعياً، مشيراً إلى أن الحوار يحقق نتائج ملموسة تجاه كل القضايا، موجهاً التحية لكل المشاركين في الحوار الوطني، داعياً لبذل الجهود لتحليل المشكلات وإيجاد الحلول. إن دعوتي للحوار الوطني التي أطلقتها في إفطار الأسرة المصرية تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا، وأن مصرنا الغالية تمتلك من كفاءات العقول وصدق النوايا وإرادة العمل ما يجعلها في مقدمة الأمم والدول، وأن أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق ونصطف للعمل ونجتمع على كلمة سواء، كما أن تعاظم التحديات التي تواجه الدولة المصرية
على كافة الأصعدة، قد عززت من إرادتي على ضرورة الحوار، والذي أتطلع لأن يكون شاملا وفاعلا وحيويا، يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات. وعلى مدار عام مضى ومنذ أن دعوت إلى الحوار الوطني، فقد تابعت عن كثب وباهتمام بالغ الإجراءات التحضيرية له وتهيئة الأجواء لإتمامه، مؤكدا على حضرتكم جميعا اليوم وما صرحت به من قبل بأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات قوية للمشاركين وأصحاب الصفة، حيث قال الدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني إن القوات المسلحة لها الحق في أن يتم تأييدها وتحيتها. وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، دعا بدراوي للحفاظ على دور القوات المسلحة في حماية مصر، مشيراً إلى أن أعمدة الدولة الحديثة تقوم على مبدأين، أولهما العدالة والتطبيق غير الانتقائي للقانون، وثانيهما التنمية الإنسانية المستدامة. وربما يكون الاهتمام الأكبر للمواطن الآن يتركز على فعالية الحكم وقدر الإنجاز والاستجابة لمطالب المواطنين، بغض النظر عن الفكرة الأيديولوجية التي يتبناها أي نظام. إن أعمدة الدولة الحديثة تقوم على مبدئين، أولهما العدالة والتطبيق غير الانتقائي للقانون، وثانيهما هو التنمية الإنسانية المستدامة. وربما يكون الاهتمام الأكبر للمواطن الآن يتركز على فاعلية الحكم effectiveness، أي قدر الإنجاز والاستجابة لمطالب المواطنين التي تكلم عنها السيد عمرو موسى، بغض النظر عن الفكرة الأيديولوجية التي يتبناها أي نظام. إن تحقيق أكبر فاعلية للحكم يرتبط بوصول الأكفأ لمقاعده من خلال نظام يتيح ذلك، ويرتبط بأهمية وجود نظام الرقابة والمساءلة للسلطة التنفيذية وتحديد فترات للحكم لضمان التجديد في الفكر وحيوية الأداء. قدم عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكداً أن هناك نقاطاً إيجابية يجب البناء عليها، من أهمها معالجة مشكلة العشوائيات وكذلك تجديد الخطاب الديني، مشيرا إلى أنه يشارك في الحوار الوطني باعتباره رئيسا للجنة الخمسين التي صاغت الدستور المصري، ويضيف إلى ذلك أنه يشارك كمواطن منشغل بأمر هذا البلد في تلك المرحلة الخطيرة والحساسة من تطوره وتطور ما حولنا والتطورات العالمية التي تؤثر فينا. دعوني أذكر بعض النقاط المضيئة الأساسية في مسيرة هذا البلد كما أراها. نعم، هناك مسارات وجسور تبنى، هناك معالجة لوضع العشوائيات. ثانيا، نجح العهد ورئيسه في إبعاد خطر الخلط المخيف بين السياسة والدين، ليكون الطريق بمهدا نحو الحكم المدني الذي أكده الدستور ونص عليه. ثالثا، نجح العهد كذلك في طرح تجديد التفكير الديني كي يعلو الدين الحنيف بعيدا عن أهواء السياسة ومطباتها، وبعيدا عن التطرف ودمويته. وفي هذا أشير إلى التطور التاريخي الجريء في هذا المجال والذي يتم في المملكة العربية السعودية حاليا. كذلك أود أن أشير إلى مبادرة هامة
قدمها الإمام الأكبر شيخ الأزهر منذ حوالي 3 شهور بعد لقائه مع بابا الفاتيكان في هذا العمل المشترك بين الأزهر والكنيسة الكاثوليكية لبناء تفاهم على المستوى العالمي. تقدم شيخ الأزهر بمبادرة قال فيها: إن الوقت حان لحوار سني شيعي تحت عباءة الأزهر حتى نقضي على تلك الفجوة التي لعبت فيها شياطين الإنس والجن ولا تزال. إذن نحن أمام مبادرتين هامتين رئيسيتين تعملان على تجديد الفكر والممارسة الدينية، ولكن يجب أن نعطي الحق لصاحب الحق في هذا. لقد كان أول من أثار تجديد الفكر الديني هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبناء عليه فالأمور تتحرك سواء هنا أو هناك. ثم رابعا، أعلى الدولة الحكومة الرئيس قيم المواطنة، وأنه لا تفرقة بين مواطن وآخر بسبب الجنس أو الدين أو اللون أو المكان الجغرافي كما نص الدستور، وهذا تقدم عظيم لا شك فيه. فيما أشاد عدد من ممثلي الأحزاب والمشاركين في فعاليات اليوم الأول للحوار الوطني بأهمية انعقاد الحوار، مؤكدين أن الحوار قادر على استيعاب كل وجهات النظر لضمان شمولية تناول القضايا. وظلت قنوات الاتصال مفتوحة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والحوار الوطني، سواء باستجابة سيادته لمطالب الحوار أو دعوته لعقد جلسة خاصة لموضوع ما. وكان من بين تلك الاستجابة وتوجيهه للحكومة بدراسة التعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، حيث قال حينها إنه تابع باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكداً أنه يثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، مضيفاً: إنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تمت مناقشته في الجلسة فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية. فيما استجاب الحوار الوطني لدعوة الرئيس السيسي لعقد جلسة خاصة من أجل مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، ولم تكن هذه هي النهاية، بل كانت الانطلاقة لبدء الجلسات العامة النقاشية في 14 من مايو الماضي، حيث واصل الحوار الوطني جلساته النقاشية وسط مشاركة واسعة وفعالة من مختلف فئات المجتمع منذ انطلاقه. الديمقراطية هي حكومة تعدد الأحزاب. الدستور بيقول هذا الكلام، دستور 2014، نظام ديمقراطي يقوم على التعددية الحزبية. وعايز أقول كلام واضح لا شبهة فيه، إذا كان الدستور بيقول أن النظام الحكم يقوم على تعدد الأحزاب، إذا شرعية نظام الحكم تأتي من أحزاب المؤيدة والأحزاب المعارضة، ووجود أحزاب لها آراء أخرى واجتهادات أخرى هو جزء من شرعية النظام. النظم الديمقراطية تقوم بمن يؤيدوها وبمن يعارضوها، ومن خلال التفاعل بين هذا وذاك نصل إلى ما هو في صالح البلاد.
على مستوى المحور السياسي شاهدنا جلسات متنوعة تضمنت عمل لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي التي ناقشت النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التي ناقشت القضاء على كافة أشكال التمييز، ولجنة النقابات والعمل الأهلي التي ناقشت حل تحديات التعاونيات. أما في الأسبوع الثاني فعملت لجنة الأحزاب السياسية التي ناقشت تشكيل واختصاصات الأحزاب، الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، ولجنة المحليات التي ناقشت قانون المجالس الشعبية المحلية. وفي الأسبوع الثالث ناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي عدد أعضاء مجلس النواب والشيوخ والتفرغ للعضوية. أما لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة فناقشت قانون حرية تداول المعلومات. وكان الأسبوع الرابع شهد عمل لجنة النقابات والعمل الأهلي التي ناقشت قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، بالإضافة لحل المعوقات أمام العمل الأهلي. ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التي ناقشت تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية وناظيرتها في الخارج، إضافة إلى متطلبات حرية البحث العلمي. وناقشت لجنة المحليات قانون الإدارة المحلية، استكملت مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية. احنا بقى كمقرر عام ومقرر مساعد انا والاستاذ عبد الفتاح الجبالي، مفروض ان احنا هناخد التقارير بتاعة اللجان المختلفة ونضمها على بعض ونطلع حاجة متسقة فيما بينها. حضراتكم عارفين ان الاقتصاد ما ينفعش تتعامل مع جزئية وتسيب الاجزاء الاخرى، لان مثلا بتاع التعليم عايز فلوس زيادة لكن المالية ما عندوش، الاستثمار عايز تخفيض سعر الفايدة لكن البنك المركزي عايز يقلل من التضخم. ازاي بقى تعمل النوع من التوليفة اللي في الاخر بتعرض مقترح متكامل ما بيبوص على كل واحد فيهم ما بيبوص بتاع الاخر؟ فدي بيسموها في الاقتصاد على كل حال الاقتصاد الكلي مقارنة بالاقتصاد الجزئي. الاقتصاد الجزئي بيمسك حتة صغيرة، الاقتصاد الكلي بيحط كل الحاجات على بعضها ويجد يحاول يتلافى الآثار السيئة بتاعة أي قرار على مجالات أخرى. على كل حال ده شغلتي أنا، وبعدين هنرفع ما نعتقد أنه المقترحات من المحور لمجلس الأمناء الحوار. وبالمناسبة إحنا مش هنسيبهم يغيروا في حاجة إلا لو أقنعونا بعكس ذلك. لا يعني إذا كان مجلس أمناء الحوار بيعتقد أنهم هيغيروا زي ما هم عايزين، إحنا من دلوقتي بنعترض، وأنا بسجل اعتراضي قدام كل الناس علشان بعد كده لما يحصل خلاف تبقوا عارفين إيه الموضوع. أما المحور الاقتصادي فكان صاحب أول جلسة مشتركة، وتتضمن خلال جلسات الأسبوع الأول مناقشة لجنة العدالة الاجتماعية لموضوع برامج الحماية الاجتماعية ما بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة، وناقشت لجنة السياحة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله. وفي الأسبوع الثاني للمحور الاقتصادي ناقشت لجنة الصناعة تحديات توطين الصناعة وتحديات القوى العاملة، كما ناقشت لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي تحليل مناخ الاستثمار بين الواقع والفرص والتحديات. أما الأسبوع الثالث للمحور الاقتصادي فشهد فعاليات لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة التي ناقشت أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، بالتزامن مع مناقشة لجنة الزراعة والأمن الغذائي لدور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، إضافة إلى دعم الزراعة والائتمان والديون. وكان الأسبوع الرابع مميزاً للمحور الاقتصادي كونه شهد عقد أول جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار التي عقدت تحت عنوان السياسات الصناعية، وناقشت سياسات توطين وتعميق الصناعة إضافة إلى تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فيما ناقشت لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي إصلاح إدارة المالية العامة
بما يتضمن شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات. وشهد الأسبوع الخامس مناقشة لجنة العدالة الاجتماعية تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص. وناقشت لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي الدين العام ما بين الإشكاليات والحلول. ما فيش أي كلمة من اللي اتقالت إلا هيعاد مرة أخرى الاستماع بدقة جدا إلى كل المقترحات وكل الآراء اللي اتقالت، بحيث أن الدكتور أحمد والدكتور أحمد لما هيقدموا توصياتهم ويرفعوها لمجلس الأمناء هيتخذ فيها في الاعتبار كل كلمة اتقالت وكل مقترح اتقال، غير الأوراق طبعا اللي متقدمة والاقتراحات حتى اللي جت من الجمهور على مدار السنة كلها وما كانش يعني في فرصة انها يتم عرض دلوقتي. ما فيش اي كلمة من اللي اتقالت الا هيعاد مرة اخرى الاستماع بدقة جدا الى كل المقترحات وكل الاراء اللي اتقالت، بحيث ان الدكتور احمد والدكتور احمد لما هيقدموا توصياتهم ويرفعوها لمجلس الامناء هيتخذ فيها في الاعتبار كل كلمة اتقالت وكل مقترح اتقال، غير الأوراق طبعا اللي متقدمة والاقتراحات حتى اللي جت من الجمهور على مدار السنة كلها وما كانش يعني في فرصة انها يتم عرض دلوقتي. فعقدت بالأسبوع الأول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي التي ناقشت مسائل الوصايا على المال وما يرتبط بها، وناقشت لجنة الثقافة والهوية الوطنية كل ما يخص الهوية الوطنية. وفي الأسبوع الثاني ناقشت لجنة التعليم كل ما يخص التعليم قبل الجامعية، وناقشت لجنة القضية السكانية تشخيص الحالة السكانية وتحسين الخصائص السكانية. مجلس بيضم في اختصاصاته كل الجهات المرتبطة بالتعليم وكل الجهات المرتبطة بالتدريب، وخاصة بربط التعليم وبسوق العمل، الخريج يعني بسوق العمل، وبالتالي احنا محتاجين نربط التعليم والتدريب بسوق العمل وباحتياجات خطط التنمية الموجودة للدولة، ولهذا يسمى المجلس الوطني. المجلس الوطني يشكل من عدد من الجهات ذات الصلة وله عدد من الاختصاصات، أهمها أنها بتضع الاستراتيجيات الخاصة بتطوير التعليم وتراقب الأداء وتفكر في التطوير المستمر فيما يتعلق بالتعليم والتدريب والبحث العلمي وصولاً لخريج يقبل سوق العمل وكمان يكون مجهز ومؤهل لتنفيذ خطة التنمية للدولة. حقيقة ما توقعتش أبداً أن السيد الرئيس هيعمل هذه المفاجأة الجميلة، لأن ما جرى عليه العرف أن هذه القوانين بتحل مجلس النواب بشكل مباشر، لكن السيد الرئيس أعتقد أنا من وجهة نظري أنه من إحساسه بأهمية الموضوع وإن إحنا نوصل لشيء يكون بالفعل درس بشكل كبير وقام بكل الخبراء والأحزاب بيبدأ رأيها فيه، طرحوا لهذا الحوار المجتمعي اللي هو هيليه استكمال الإجراءات القانونية والدستورية بالعرض على المجالس النيابية، لكن هذا الحوار بالتأكيد بيخلينا نصل إلى زي ما بقول درافت أو مسودة إلى حد كبير بتحقق طموحاتنا، بدءاً من التصرف، بدءاً من المناهج، بدءاً من المدرس، الدروس الخصوصية، مش عارف التصرف من التعليم، البحو الأمية، ده كله ببتدي بمنظومة بعدل المناهج، بدي حق المدرس، بأهل المدرس، وأعتقد إن ده من ضمنه هيطلق مشروع قومي لتأهيل المعلمين، وده موضوع كبير جداً للأساس. الحقيقة أنا بشوف إن دي يعني رسالة مهمة جداً، أولاً لإبان رئيس الجمهورية بما يحدث داخل جلسات الحوار الوطني من حالة نقاش ووعده، يمكن اللي كان بشكل واضح قالوا إنه مخرجات وتوصيات الحوار الوطني هتكون على طاولة النقاش والتنفيذ كمان في مراحل متأثرة. مناقشات النهاردة كانت مناقشات فعالة جداً وتمت بشكل متحضر، وكانت المنصة يعني بصراحة كان فيها مدية الناس حرية الكلام. فكرة جيدة جدا ان احنا اي مقترحات تناقش يعني ما بين المختصين وغير المختصين، لان التعليم بيخص كل بيت في مصر يعني. فانا شايف ان الفكرة جيدة جدا والحوار بناء بصورة كبيرة. وفي المحور المجتمعي شاهدنا مناقشات قوية وآراء متنوعة بما يشمل التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومة والخاص والأهلية، فيما ناقشت لجنة الشباب دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال. وشهد الأسبوع الرابع للمحور المجتمعي
مناقشة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لتحديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي والعنف الأسري، ما بين الأسباب وسبل المواجهة والمخاطر الإلكترونية على التماسك الأسري، فيما ناقشت لجنة الثقافة والهوية الوطنية مستقبل الثقافة في مصر، أي سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية. وفي الأسبوع الخامس عقدت جلسة خاصة للتعليم من أجل استكمال مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، إضافة لمناقشة مشكلات ما بعد الطلاق بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي. لم يتوقف الأمر عند الجلسات والمشاركات، ولكن ما زالت تعلو أصوات المشاركة، ولا يغيب عن عقول المصريين أن الحوار هو الطريق للأمل، وأن الإرادة حصن الوطنية.